بعد ما عودتنا على أعمال ناجحة وعدد كبير من أغنياتها ضربت وترددت على ألسن الصغار والكبار، دعت الفنانة دارين حتشيتي إلى مواكبة تصوير أغنيتها الجديدة اتعب عليا على طريقة فيديو كليب بضيعة مشمش في جرود جبال. قلب عليك الكاميرا فيك تعمل اللي بدك اياه، اوكي؟ بس ضمن احساسي مش انه حركه عم عملها، انت اساسا وجهها عليه اكثر مشان يحسها من هون. ايوه رو فيديو رو كاميرا برافو اند اكشن اساسا الا زيحه، اوكي مره ثانيه الا زيحه عامل لك رجع لورا ايوه مرتين. اتعب علي أغنية سنجل خليجية الإيقاع تتعامل فيها دارين حتشيتي مع المخرج الممثل باسم مغنية اللي كان فسلت محافظ على هدوء المعتاد عليه. الفكرة أنه يعني شايفه كثير قبل، يعني قصة مش ضروري بكليب، يعني قصة حدا غني بحب حدا فقير، بس هالمرة عم نلعبها بحقبة زمنية قديمة وبنت شخص ارستقراطي كثير ومعه مصاري وتنغرم بحدا من الضيعة وبفوت على بيوتها ضيعة بتلاقي حالة انه هي كانت عايشة مش عارف انه في عالم بعيشوا هيك بياكلوا بهالطريقة او بعيشوا بهالفقر فبتعيش الحياة اللي بعيشها هو وبتلاقي انه هذه الحياة اللي فيها صدق اكتر وهالسبب بتكون معه. And action. اوكي مرة تانية مع جسمك لا برافو. كون المخرج هو باسم مغنية فاقترح على الفنانة دارين حتشيتي انه يكون الكاست معه من الممثلين اللبنانيين، فكان احدى الادوار الرئيسية في الكليب هو الممثل القدير كمال الحلو. دوري بي وبي احواله الاجتماعية جيدة جدا وهي بتتعرف على شاب من مستوى غير مستواها الاجتماعي، فانا مثل كل اب بحب انه بنته تكون يعني تاخذ من مستواها، فبعارض في البداية لكن برجع بسيطر الحب بالنهاية. يعني قصة الحياة العادية عادة بالحياة ما بيكون في هابي اندينج، دايما بيطلعوا عم يبكوا. في بكائين كثير بالحياة، في ندبين وفي متفائلين، نحن من فصيلة المتفائلين. كان أول لوك يمكن هذا هيك كثير ناعم سمبل، متابعينه هذا بكل الكليب أو لا في دول؟ لا طبعا كان هم شيء أربع لوكات، طبعا هو الناعم او الستايل لانه الاولدز شوي القصه معتمدين عليه، بس في لوكات العروس كان كثير حلو برضه بستايل كثير ناعم ويوروب، وستايل الباقيين كله في تاتشات خفيفه بتفرق بين واحد وواحد، بس كان كله كثير مع الشعر والميك اب والفستان، كان لا في تغيير بالاربع لوكات. اتعب علي لو تبغي توصل انت لي اعمل عشان اي شيء من جبال من منطقة كتير حلوة خلابة طبيعتها كتير حلوة مشمش، هون عم بيتم تصوير فيديو كليب دارين حتشيتي الجديد اتعب عليا، هالأغنية الخليجية اللي رح تبصر النور بأول الصيفية لكل الجمهور اللبناني والعربي وتحديدا الجمهور الخليجي، نتمنى لدارين حتشيتي التوفيق فيها بعد ما تم تصوير 2 فيديو كليبين بأستراليا، من أستراليا إلى مشمش. ديانا رزق عيون بيروت.